انتوا اتجننتوا دكتور حب، ايه ده اللي عايزين اطلع مكاني؟ حسن احنا واقعين في عرضك في طولك. الله يخليك، الخدمه دي مش هنساها لك ابدا. الله يخليك يا عزمي بيه، انا ممثل دوبلاج مش مذيع، انا شغال عندك في الاوضه دي. يعني هو سمير اللي كان مذيع يا حسن؟ طب بلاش دي، الناس لما تسمع اليخاندرو بيبقى دكتور حب هيقولوا علينا مجانين. هلعب في صوتك، هخليك انت نفسك تفتكر ان في حد بيكلمك. حسن يا حبيبي باقي 10 دقايق ونطلع. 10 دقايق الحلقه اهي، راجعها عشان تقولها قوام قوام. كل دي حلقة ما تقدرش اقراها. يلا يا بيم بيم، وبقول اول كلمه بكل سطر، او اقول لك ماليش دعوه. لا مساء الخير على كل مستمعينا اللي بيسمعونا النهارده، واحنا النهارده معاكم مع حلقه جديده وبرنامجكم دكتور حب. احنا هنتكلم النهارده في موضوع مهم يهم كل الاجيال، يهم كل الناس والشباب دلوقتي. خلونا نتكلم في اللي هنتكلم فيه لحد دكتور حب الحقيقي ما يرجع. احنا عايزين نتكلم في الازمه العاطفيه الحاده اللي كلنا بنعاني منها النهارده. الوكسه دي عايزين شعليله تولع الليله. يبقى خد العربيه واطلع الشرابيه. اللي لا مكالمه ولا حتى اس ام اس يتيمه. ايه يا عزمي بيه وانت ما بتشبعش؟ مش كفايه العربيه، انت عايز تجيب طياره ولا ايه؟ بيم بيم يا ابني، خلق الانسان ضعيفا. ها ضعيفا. وناخد اول اتصال. الو الو، مساء الخير، نتعرف بيكي. ايوه يا دكتور، انا ايمان من البراجيل. اهلا بضيوفنا من البرازيل. برازيل ايه؟ انا بقولك انا من البراميل، من البراجيل. اهلا يا ايمان، تفضلي. انا مرتبطه بواحد زميلي طيب كده وحنين، بس ما بيعرفش يبوس، وفي نفس الوقت في واحد في السكشن اللي بعده مدردح كده ولزوز وبيعرف يبوس. جالي بعد محاضره الميكانيكا وقال لي انه بيحبني، فأنا رحت بهدلته وأنا بتألم، قطعته وكنت متضايقة جدا وأنا بهزقه لأني أنا بموت في البوس. فأنا قلت له ما تعملش كده خالص يا لزوز. طب وفين المشكلة يا إيمان؟ أنا مش فاهم. المشكلة يا دكتور إن هو إن أنا يعني لما بقعد مع خطيبي بفكر في التاني، لأن التاني كده فالجر وبحس إن هو عايز يختطفني. وانا يعني بس هو مش حنين قوي زي خطيبي، وانا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور. يعني باختصار كده يا ايمان، ده خطيبك الحنين وده زميلك الصايع المدردح اللي بيحبك وبيعرف يتكلم، وانت محتاره بين الاثنين. طب شوفي بقى، انت لا بتحبي ده ولا ده، انت عاجبك في كل واحد فيهم حاجه مش في الثاني. يعني احنا المفروض علينا كده نجيب لك الاثنين ونضربهم في الخلاط فخفخينا، يعني كوكتيل، نطلع لك واحد ثالث خالص. عارفاه يا ايمان ولا مش عارفاه؟ انا حاسه ان هو انت. هو انت بتعرف تبوس يا دكتور؟ واضح ان الاتصال اتقطع معانا، وحاولي يا ايمان انك تطلبينا تاني. قفل في شي سك. طب انت بتعرف تبوس؟ انا مش عارف البنات جرالهم ايه، راحت فين الرقه والحنيه؟ خلاص العواطف ما بقاش ليها مكان في الزمان ده. كل واحده عامله لها موازين لنفسها، تلاقي نفسك في كفه وطلباتك في الكفه الثانيه، وانت المفروض عليك بقى ان انت تشوف موازينها وتحسبها على مقاسك. فين الحنيه والرقه؟ فين حنيه امي وامك؟ يا حنين، يعني مثلا الاخت اللي كلمتنا من نعم الحاج ده اللي محتاره، مش ده معاد الراجل بتاع رودي الشيش وخدي مخده في حضنك وهتفيهم الحقيقه وجود؟ مين ده؟ مش عارفه، شكلهم غيروا المذيع ده. غيروه؟ لان انا شايل منه. غيروه ازاي؟ بصراحه غيروه ازاي يا فريد؟ غيروه ازاي من غير ما يقولوا لي؟ انا لسه ملايكه. غيروه يجيب واحد حمار بيقول اي كلام. انا مالي هو انا اللي غيرته؟ كل الشباب ده حمار وسكران، ده شكله سكران. صح. على فكره عايز حد يهزقه ويأدبه. صح. ده عيل سيس. عيل سيس. طب والله العظيم، طب يا فريد قولي وحياتي عندك سيس ولا مش سيس؟ والله بسكوتي اشربي بقى وسكوتي. عندنا رساله من فادي بيقول لبنى حرام عليكي الوداع، وعندنا رساله تانية مريم بتقول لشريف اسماعيل خلي ريهام تنفعك، وانا مني شخصيا مع نهايه الحلقه بهدي اصدقائي دنيا وعبد الرحيم الشهير ببمبم اغنيه 6 الصبح.
تصبحوا على خير. بتعدي في حته انا قلبي بيتكسر من حته في طريقه. الولد ده بقى ظاهره من حلقه واحده مصر كلها بتتكلم عنه. حد فيكم فكر يكتب عنه سطر؟ مع انكم عارفين لو مجد قلبت عليكم ممكن تحطكم كلكم فين. بسيطه يا عمته، نكتب عنه بسرعه قبل ميعاد الطبع يا عمته. يروح قلب عمته. شيل اللي تحت درسك يا حلويات. هو انت مش عارفه ان احنا هنطبع بكره؟ محدش قالك مش كده؟ امتى هنلحق نخطط ونلون ونصمم ونصحح؟ اتفاجئتي مش كده؟ ليلى، الحمد لله على سلامتك يا ليلى. ابعت اجيب مغيت؟ خليلي اللي دمه هيغلي. وهو مين اللي هيغلي؟ الظاهره بتاعتك. الى الدكتور المزعوم حب. في ايه ها؟ مالك؟ سعادتك مش عايش معانا ولا كنت بايت برا بيتكم ولا فيك ايه؟ بنات مين دول اللي قلبين الموازين؟ الرجاله هم اللي استفردوا واستفحلوا وما بقاش عاجبهم العجب والله. او ده الكلام؟ سامعين يا بقر؟ انهم اليوف يا كوجي، عليك ان تعود لدمبي وهيكارو، وسوف اتوجه انا للمختبر. لقد علمت ان الجرح سيؤلمني وانه. ايه يا عم بيمبي موقفت ليه؟ خير يا عزمي بيه؟ قريت المجلة دي. بص بقى عزمي بيه، أنا كنت واضح معاك من الأول وقلت لك إن أنا مش هنفع للشغلانة دي. مش هتنفع إزاي؟ ده أنت مكسر الدنيا. المجلة ودقة قلب عاملين لنا شغل 100%. يلا يلا بقى كمل. آه بس ده برنامج سمير، أنا مالي؟ سمير سمير بقى ربنا يشفيه أو ربنا ياخده. المهم لازم تكمل معانا. لا فين يا عزمي بيه، مش هينفع. لا هينفع يا حسن، والا تدور لك على شغلانه تاني. انا بحبك وبعمل كل ده عشان مصلحتك. مصلحتي انا ولا مصلحتك انت يا عزمي بيه؟ وانا ايه وانت ايه يا حسن؟ يلا بقى خش الالفيه. اسمع، انت هتكمل معايا لغايه لما سمير يرجع، بس حسك عينك حد يعرف انك دكتور حب. اديك شفت اللي حصل لسمير، ها؟ وبعد اللي كتب في المجله دي والناس تقراه، ممكن الف واحده تقابلك في الشارع تضربك بالجزمه. عايزك تفكر في فكره جديده كويسه لحلقه التلات الجاي، وما تنساش بالجزمه. بالجزمه.